أخبار اليوم. أنا جاية من مكان مش قادرة ما أكلمكوش عنكم، لأنه المكان اللي أنا جاية منه والناس اللي قابلتهم شبه قوي الناس اللي موجودين هنا، وشبه قوي ميرا، على قد ما هم مختلفين عن بعض على قد ما هم زي بعض في حاجات كتير قوي. أنا جاية من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، وكنت بزور الشباب اللي أصيبوا في الهجمة الإرهابية امبارح. جنودنا وشبابنا أولاد عندهم 20 سنة و21 سنة، أكبر حد فيهم عنده 30 سنة، شباب صغير في سن ميرا، من طوخ ومن دكرنس ومن أبو تيك ومن المنيا ومن صنبوط ومن منصورة ومن الزقازيق، ومن كل ولد بدخل بسأله انت منين، يقول لي من مصر، فأقول له منين في مصر، يقول لي اسم القرية أو اسم المركز، وأقول له سلامتك، يقول لي احنا زي الفل، يومين ونرجع نجيب بطارنا. أنا بس مش زعلان غير على إني ما روحتش زي إخواتي اللي راحوا، أوعوا تخافوا، إيه ده أنت مخطوطة كده ليه؟ أوعوا تخافوا، لا 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 شدوا حيلكم، هما اللي بيقولوا لنا شدوا حيلكم ودماغكم كده وطمنوا الناس أحسن الناس تخاف. إحنا فداكم وإحنا فدا البلد.